حريق بقريشام كيشنر أونتاريو. شوف العالم ذولا فوق كلهم يركضون ركض مستعدين للنزول. آخر شيء يطلع واحد مريض لأنه هنا بكندا تخابر على رقم 911 تجي العالم كلها الأطفاء والشرطة وآخر شيء يطلع مريض كلها تجي ببلاش سيارات الإسعاف وسيارات الحريق وبعدين يصعدون هاي العالم كلها بالبناية ليباعون شنو شوفي شوفي يا معلم شوفي ما حد يدري شكو حريق لو واحد مريض شوفي هاي ما حلو شغلة النظام العماير تموت كلها واقفة بالبلكونة ميتين من البريد والعالم بالشارع كلها طالعة بالشارع شوفوا ذاك أم العالم هذا وقف قدامي كلهم ذاك أم يمكن قالهم ماكو شيء قاموا يطبون ماتوا من البرد هاي شغلة المزعجة بالعماير الحمد لله بس يصير حريق كلها تركض بالشارع واللي عنده مريض ومعوق يموت يلا باي الحمد لله.